قوة العمل هي مجموعة من المنظمات والمبادرات النسوية التي تستهدف عمل حملات من أجل التصديق على اتفاقية 92 اللي عملها منظمة العمل الدولية اللي بتركز على حماية النساء من العنف والتحرش في فضاء العمل. وبالتالي دي حاجة مهمة جدا، لأنه احنا شفنا على مدى سنوات هناك نساء وفتيات بيتعرضوا لانتهاكات جسيمة، سواء كان داخل أماكن العمل أو المرتبطة بمحيط العمل، وما كانش صوتهم بيوصل، وعادة لما صوتهم بيوصل بيتم ابتزازهم أو وصمهم بحيث ان هم ما يقدروش ياخدوا حقهم. فآن الأوان ان احنا بما ان في حملات عن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات وخاصة في 16 يوم، فكل المنظمات والمبادرات اللي شكلت ما يسمى بقوة العمل وقالت ان احنا نطلق هذه المبادرة النهاردة لنعرف بيها المجتمع المصري بكل يعني فئاته على ايه هي الاتفاقية وليه احنا مهتمين ان يبقى في قوة عمل عشان نخلي الحكومة تصدق على هذه الاتفاقية. تقديري 100% محتاجين لهذه الاتفاقية، لانه النساء بتتعرض يوميا للتحرش في مناطق العمل او ما يحيط بمناطق العمل او اي يعني ارتباطات لها علاقة بمحيط العمل، وعادة لأنه التحرش أو العنف بيتم من الأشخاص اللي ليهم سلطة أعلى عليها، فبعضهم أو معظمهم ما بيقدرش يتكلم، واللي بيتكلم بيتم ابتزازه أو قلب الترابيزة عليه زي ما بنقول، وبكأنه هو المذنب وكأنه الست هي اللي بتدعي. فمحتاجين إن احنا نحمي النساء والفتيات في أي مكان ليه علاقة بعملهم أو محيط عملهم، عشان أعتقد إن هم يقدروا يعيشوا في أمان، يقدروا يحققوا أحلامهم فيما يخص حياتهم وأسرتهم وتطلعاتهم لمستقبل عادل وآمن.